مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حصة الكوتش. اليوم إن شاء الله راح نحضروا على الانزلاق الغضروفي ولا ليرني ديسكال مع مروان ضرارني الكيني تاعنا. راح نحضروا على الكوتي بخاتيك كما وعدناكم في الحلقة اللي فاتت. مروان مرحبا بك. يعطيك الصحة خويا بوزيد على الاستضافة. بون فلاسيونس تاع اليوم راح نحضروا على الكوتي بخاتيك تاع على ليرني ديسكال كيما هضرنا في ليبيزود اللي فات. قلنا بلي لا بروشان فوا نمدوا لهم دي تروك بور لا بريفونسيون سكيل فو فير il faut éviter. Bon, في la partie الاولى هذه راح نقولوا واش لازم يفيتيو كوم موفمون لي بروفوكيو لا هرني ديسكال لي هما نيفاست على لومبير ديالنا. نبداو بارابور لا ستاسيون دو بو بالنسبه للناس اللي الخدمه ديالهم ولا الميتي تاعهم يدوموندي لا ستاسيون دو بو برولونجي. هاد الناس واش يديروا؟ لازم يفيتيو كاريمون لي بي يكونوا قرب على بعضهم لازم يلارجيو لي بي تاعهم باش لا شارج تكون على لي مومبران فيغور ما تكونش على لو دو. فوالا هذه الحاجه الاولى. تاني كيما لي ميتي اللي قلنا فيهم لا بوزيسيون دو بو بزاف كيما لي كوافور تاني يكونوا لا ميم شوز لا ميم رومارك يكونوا لي بي يلارجي. سينو كاين دي شاز راهم يخدموا بهم لي كوافور يعني يقدر يخدمه هو قاعد مع لو كليون ديالو باش او موان يريح شويه لو دو ديالو ماشي طول لا جورني واقف. بارابور لي فام تاني الخدمه ديالهم في لا كويزين دوموندي الوقف بزاف il faut contrôler c'est la même chose les pieds larges sinon يقدروا يسبقوا ام بي على واحد اخر باش تكون بوليغون دو سستونطاسيون كبير شويه. حاجه واحد اخرى تاني لا فام لا فيسال تو توقف اون لونغ بيريود تقدر كي تفتح لي دو بورت هذوك تاع البوطاجي تقدر تحط رجلها في الدرجه الاولى هذيك بور تاني دي كونتراكتي لو دو. هادي بارابور لا بوزيسيون دو بو. دوكا نهضروا على البور دو شارج على الناس اللي ترفد حاجه ثقيله ولا كاين بزاف اللي يدير لا فوت سيكو يحبط لو ترون تاعو بونشي اون افون ويرفد لا شارج راح يرفدها بظهره. هادي فاست سي كونتر انديكي لازم كي يحب يرفد اون شارج يحبط بلي جونب ديالو ولو دو يكون دغوا سيتادير يحبط دو سيت فاصون يرفد لا شارج ويكون تكون قريبه ماكسيموم للجسم ديالو يعني يرفدها دو سيت فاصون. فوالا لو دو يكون دغوا. تاني من ناحيه اخرى اذا كانوا يعني دو شارج يعني دو باغي دوتر يكون حيرفدهم يسبق رجل يحبط يرفد ويعاود يطلع تما توجور الخدمه تكون برجلين. بارابور اذا كان حيرفد اون شارج ما تكونش ثقيله يعني حاجه رابيد تاني ما يحبطش هكذا واش يقدر يدير؟ يقدر يحبط ويرفد لو مومبر اغيير يعني كيرفد كي راماسي لوبجي يحبط دو سيت فاسون يطلع شويه رجله. هذه بارابور لا بوزيسيون دو بو. كاين حاجه واحده اخرى تاني لي موفمون دو تورسيون تاع لو ترون يعني لي روتاسيون تاع لو ترون كي يكون كاينه اون شارج ما نخدموهاش اون روتاسيون يعني ما نجبدوش حاجه اون روتاسيون هكذا ولا هكذا. علاش؟ باسكو يكون اكرازمون بزاف في لا كولون لومبر. دونك هذه هي سكيل فو ايفيتي. دونك نروحوا لحاجه واحده اخرى بارابور واش لازم يديروا بور لا بريفونسيون نتاع لومبر تاعهم. كاينه حاجه واحده اخرى تاني كنا نهضروا دوك بارابور لا بوزيسيون دو بو اي تو. دونك على لا بوزيسيون اسيز سوا واحد اللي يكون قاعد زعما سور اون شاز ولا هكذا ولا في لا فواتور تاني في سياج اوتو بارابور اللي يكونوا قاعدين في الكرسي لازم يسيو كيفاش لومبر يكون متكي تاني على هذاك الكرسي ما يكونش سيسبوندي هكذاك لومبر. حاجه الاولى. حاجه دوزيام كاين دي جون يكون زعما يخلط في تليفون ولا ويكون ماشي متكي ويكون بونشي لو دو تاعو ان بو اون افون تاني هادي سي اي في تي بارابور لو سياج اوتو الكرسي تاع الطوموبيل ما يكونش بزاف دروا 82 دي دوغري وما يكونش راقد بزاف دو بريفيرونس يكون واحد دي دوغري ابري 90 معناتها 100 دوغري ابو بري باش يكون شويه ليجيرمون متكي لو شوفور. فوالا هادو هما بارابور لا بوزيسيون اسيز. دوكا لا دوزيام بارتي لا بروميير بارتي هادي هضرنا على سكيل فو ايفيتي. لا دوزيام بارتي راح نهضروا على لي زيكزارسيس جيمنيك لي يديرهم الانسان باش بور لا بريفونسيون كونتر لا هرني ديسكال يعني بور اسوبلير لو دو اي بور لو رونفورسي تاني. عندنا بلوزيور اكزارسيس اللي حنديروهم اون سيري يعني كوم سي اون سيونس يكون فيها 10 مينوت ماكسيموم يديرها الانسان اون فوا كوتيديانمون. دي زيكزارسيس اللي كل واحد راح نريبيتيوه كاين لي 10 فوا كل واحد كيفاش يسي كيفاش يتبع هاد النصائح كوتيديانمون ما تاخذلوش وقت كبير وفيهم فايده كبيره بور غاردي ان دو سوبل ومام لي موسكل تاعو يقدروا يعني يديروا لا بريفونسيون تاع لي شوك في لا كولون لومبير. يعطيك الصحه مروان على المعلومات هذه. اعزائي المشاهدين ان شاء الله يكونوا فادوكم هذه المعلومات هذوما وعرفتوا كيفاش ديروا باش تي في تي وليرني ديسكال هذه. انا سي نعطيكم معلومات مع مروان في الحلقه الاولى والحلقه الثانيه اللي تخص الانزلاق الغضروفي ولا ليرني ديسكال ان شاء الله يكونوا فادوكم. اقعدوا معنا.
الو مروان دوكا راح نشوفوا لي زيكزيرسيس جيمنيك تسمى لا بريفونسيون بور غاردي ان دو سوبل. بون خويا بوزي دوك في هاد لابارتي راح نهضروا على لي زيكزيرسيس جيمنيك اللي قلنا لازم يديرهم pour la prévention toujours la hernie discale. C'est une gymnastique globale, hadou ma di mouvement. Pourquoi? Pour garder le dos toujours souple ou pour le renforcer. Tani chouia. Donc les exercices hadou ma يعود يديرهم une séance par jour. Les محشد الوقت كبير فيها 10 minutes maximum jusqu'à un quart d'heure. نبداو من التحت ونطلعوا بروغريسيفمون وشاك موفمون اللي راح نديروه فيه 10 ريبيتيسيون. فوالا بور لو دوزيام موفمون واش يدير؟ يطوي الجنو ديالو فليكسيون دو جنو ومن بعد يعاود يحبط ويطلع الجهه الاخرى. فوالا ثاني هذا الموفمون 10 خطرات كيما رانا نشوفوا تري بيان. دونك لو بروشان موفمون كاس كيل في يطلع لو مومبر انفيريور كومبلي مكسل الجنو يكون بيان مكسل ويعاود يحبط كيف كيف بالجهه 10 خطرات. وهاد لي موفمون كاع يديرهم لونتومون يعني ما يزربش كل حاجه يديرها افي كونسونطراسيون. فوالا كيما رانا نشوفوا دوكا لو بروشان موفمون رجليه يكونوا مطويين فوالا يكونوا ماشي بعد بزاف على بعضهم اونتخ لي بي يزيد يطلعهم شويه برك ليجيرمون. كاس كيل في يطلع لو باسان تاعو يطلع لو باسان بيان يريح واحد 2 سكوند ويعاود يحبط بتي تاغي ويعاود يحبط ثاني 10 خطرات الموفمون هذا. لو بروشان موفمون كاس كيل في يلارجي رجليه شويه هكذا ويحبطهم ليجيرمون اون با ici كيفاش يدور لو غير او نيفو دو باسان الفوق لي زيبول يبقاو فيكس تري بيان. فوالا 10 خطرات ثاني الموفمون هذا وتيسي الماكسيموم كيفاش ليكزيكسيون تكون كوريكت كيما راهي لا ديمونستراسيون. فوالا دوكا يعاود يكسل رجليه كيما كان او ديبي يطلع رجل بالجهه ومن بعد يشد من الجنو ويدير لي تيرمون. فوالا يريح هكذا واحد 5 سكوند ومن بعد يليبيري رجلو توجور لونتومون افي كونسونطراسيون واحد 5 سكوند ومن بعد يليبيري رجلو 10 فوا توجور. ومن بعد لو بروشان موفمون يطلع لي جنو او ميم طون يبقى شاد يتيري بيان واحد 5 سكوند ويعاود يليبيري رجلو 10 خطرات توجور. فوالا لو ديرني موفمون في هاد لا بوزيسيون يقعد كيما راهو يقعد فوالا ويسي افيك لي ما يتوشي رجليه ويحبط الماكسيموم راسو يريح في هاد لا بوزيسيون جيسكا 10 سكوند 10 ثواني ويعاودها 5 فوا معناتها كي تخلص 10 سكوند يتليبيرا يريسبيري شويه ويزيد يعاود لا ميم شوز فوالا بوندون 10 سكوند 5 خطرات. لي موفمون الجايين يكون اكات بات يعني بدل لا بوزيسيون تاعو يقعد اكات بات لا بوزيسيون ايسي كيفاش يكون كوريكت كيما راهو هو ومن بعد توجور يدخل لو جونو للكوتي اوبوزي يدخل الجونو ديالو للكوتي اوبوزي كيما راهو يدير 10 خطرات توجور. فوالا تري بيان هذا الموفمون الاول. لو دوزيام موفمون واش يدير؟ افونسي شويه برك لقدام يطلع رجلو مكسل اون اريير رجلو برك مكسل ويعاود يحبط بالجهه كيف كيف 10 خطرات كل حاجه نحسبوها دي فوا تري بيان. لو موفمون بروشان يطلع رجلو مع اليد اوبوزي يعني متعكسين او ميم طون. فوالا هذه هي 1 2 ويحسب 10 فوا لا ميم شوز. فوالا دونك ان موفمون اي لي تري امبورطون بور لا موبيليتي تاع لا كولون فيرتيبرال هو لو دو دو شيان اي دو دو شا. واش يدير؟ يسي يحبط راسو ماكسيموم ويخرج ظهرو لا جوبوزيتي هذه ومن بعد لو كونتخير يطلع راسو الماكسيموم ويدخل ظهرو ويديرها 10 خطرات تن هاد لا بوزيسيون. فوالا تري بيان ان موفمون كومبليت تسمى واحد تسمى دو دو شا دو دو شيان واحد يحسب 10 خطرات تري بيان. لو ديرني موفمون يسي كيفاش يحبط باش يتيري بيان لي مومبر سوبيريور ولو هو جودو. فوالا يرمي يديه ماكسيموم اون افون ويريح في هاد لا بوزيسيون واحد 10 سكوند ويعاودها 5 فوا تري بيان. هادو هما لي موفمون جيمنيك لا جيمناستيك جلوبال وان شاء الله يلقاو فيها فايده كبيره بور لا بريفونسيون كونتر ليرني ديسكال. يعطيك الصحة مروان. فوالا كانت هادو هما لي زيكسبيكاسيون تاع مروان ولي ديمونستراسيون اللي درناهم لكم تاع لي زيكزيرسيس جيمنيك اللي راح يفيدوكم في ليرني ديسكال. ان شاء الله يكونوا فادوكم ويكونوا مفهومين. اقعدوا معنا ويعطيكم الصحة. رانا ولينا لكم اعزائي المشاهدين في لاغوبري كويزين. اليوم احنا راح نورو لكم ان ري انديان. هاد لوغي هذا راح يكون اكومباني دون صوص. هاد لاصوص راح نورو لكم كيفاش نديروها. الو نسحقوا
بولي نسحقوا طوماطيش تاع باطا، نسحقوا ثوم، بصل، رند وحشيش كما راكم تشوفوا. الوغ الروز نحكمو روز بسماتي نطيبوه 9 مينوت، معناتها نغلو الماء تاعنا بعد نرمو الروز ونخلوه يطيب بوندون 9 مينوت باش يجي حبه حبه ونديت كيسيميك تاعو ما يطلعش. الوغ نحكمو طوماطيش نرحوها قشروها ونرحوها، نحكمو بور لي زيبيس عندنا كركم، عندنا الكوري، عندنا زنجبيل، عندنا الملح، مع نعناع يابس، وعندنا فلفل عكري، وعندنا ثاني فروماج فري. فروماج فري كما قلنا اللي هو بتي سويس. الو نحكمو كلش باش نديرو لاصوص. نحكمو طنجره نديرو لها شويه زيت، نرمو فيها البولي، نقليوه مع البصل، نزيدو البصل والثوم نقليوهم مليح، نرمو معاهم الورقه تاع الرنت، نزيدو طوماطيش تاع باطا والحشيش، نقلوهم مليح، ومن بعد نزيدو طوماطيش، نحركو الحاله مليح، ومن بعد نزيدو لي زيبيس شويه شويه مشاك ايبيس، نحركوا الحاله مليح حتى وين يطيب، ومن بعد نرميو الفخوماج فخي من الفوق ونغلقوا ونخلوها تطيب بالعقل. فوالا ونروح نشوفوا لو ريزولتا فينال. هاوليك لو ريزولتا فينال تاع لو بلا تاعنا اللي هو غي انديان بالبولي. راكم تشوفوا بلي سي اون صوص اللي حتى كومباني هاد لو غي هدايا. راكم شفتوا بلي كي كنا نطيبوا زدنا لها شويه ما باسكو سي اون صوص باش ما تجيش ناشفه بزاف وتجي تاع كومباني لو غي هدايا. كان هذا البلا تاع اليوم، يعطيكم الصحة. رانا ولينا لكم في لا روبريك كومبليمون اليمونتير. اليوم راح نهضر لكم على اون بروتين. هاد لا بروتين هي لا كازين. بزاف الناس يهضروا على لا واي، اليوم راح نهضر لكم على لا كازين. لا كازين هذه هي اللي تريبريزونتي لا بلو غروند كونتيتي دو بروتين اللي كاينين في الحليب. على ريبريزونت 80% تمثل 80% من البروتين الموجوده في الحليب، ولا واي تمثل 20%. لا كازين هذه باش يكون على بالكم المفهوم تاعها سيكوا. شتو كي نحكموا الحليب ونروبوه تسمى كيما في الاندستري فروماج كي نجيو نخدموا الفورماج ولا كي نجيو نخدموا الرايب، لا بارتي هذيك ليكيد خفيفه هذيك هي لا واي اللي قلنا تريبريزونتي 20%، ولا بارتي هذيك جيلاتينوز هذيك كما نقولوا صوليب شويه يابسه على الاخرى شايده روحها، هذيك لا بارتي هي تريبريزونتي ما اون جينيرال لا كازين بلوس كالكو زانيمون واحد اخرين. لا كازين هذه واش عندها؟ عندها لا سبيسيفيتي باللي تتكونسوما تتكونسوما في دي زوار وين رايحين نوفروا البروتين بوندون دي زور لي زاسيد اميني لا ديفيزيون داسيد اميني في الكور بوندون دي زور اكثر من لاواي. لاواي لاسيميلاسيون تاعها الي رابيد هضرنا عليها من قبل، قلنا بلي تمتم تجوز في الدم وسورتو اون ايزوليت ولا لا فورم ايدروليزي بيان سور. و لا كازين نو، لا كازين لاسيميلاسيون تاعها تجوز بالعقل الي لونت. لا بلوبار دي سبورتيف يشربوها كي يكونوا مطولين بان اكزومبل ما ياكلوش، ولا في الليل في الليل باش ينقصوا الهضم العضلي اللي يصرى في الليل لو كاتابوليزم ميسكولار. هاد لا كازين هاديه نشربوها تاني بزاف في رمضان، كاين بزاف يشربوها في السحور في رمضان، توفر لهم لا بروتين بوندون سيرتان نومبر لاسيد اميني لا ديفيزيون داسيد اميني بوندون سيرتان نومبر دور لعده ساعات، تروح من 6 حتى 8 ساعات بطريقه مستقره معناتها ستابل دو فاسون كونتينيو برسك بوندون 6 أو 8 اور. كاين يقول لك 7 اور سا ديبون لا كونتيتي سا ديبون لا مارك سا ديبون كومون الي فات كاش مديوره. هاد لا كازين هاديه قلت لكم خاصه غير بالحليب، معناتها ما نجموش نقولوا اون كازين جايه من البيض ولا اون كازين جايه من اللحم، هادي سي امبوسيبل. قلت لكم باللي لا كازين لا بلو بار دو طون نشرب فاسمو في الليل، لا كونسوماسيون تاعها تندار يوميا معناتها كل يوم نشربها كي نكون نبني في العضله تاعي، ننجم ناخذها في لاساش ولا ناخذها في لابريز دو ماس كيف كيف باسكو سي اون بروتين عندها ان سارتان نومبر دو غلوسيد ولا ان سارتان نومبر دو ليبيد. قلنا بلي الغلوسيد كيكونوا اسوسي مع لي بروتين لانديز غليسيميك تاعهم ما عندوش معنى كبير صافي، لا كونسوماسيون تاعها في الليل ما ضرناش.
فوالا كانت هذه الحلقه تاع اليوم اللي هضرت لكم فيها على لاكازين، قلنا سي بروتين ا ديفيزيون لونت. يعطيكم الصحه وبقى على خير.